كيف تستعد لفحص الأشعة المقطعية؟ نحن نتفهم أن قبل إجراء الفحص بالأشعة المقطعية قد تشعر بالقلق، ومع ذلك كلما كنت أقل توتراً كان الفحص أسهل. أجهزة الأشعة المقطعية هي في الأساس أشعة سينية تلتقط عدة صور بشكل دائري ومتواصل داخل جسمك. من المهم فهم حالتك الطبية بشكل واضح. سيتم شرح مخاطر وفوائد الفحص لك من قبل الطاقم الطبي. في بعض الحالات ستحقن بمادة تباين تسمى الصبغة. المادة تجعل أعضاءك الداخلية أكثر وضوحاً في الصورة. سيشرح الطاقم الطبي المخاطر والفوائد للصبغة. ماذا سيحدث في 4 خطوات؟ قم بإزالة المجوهرات والمفاتيح والممتلكات الشخصية. قم بلبس اللبس الخاص بالمستشفى الخالي من المعادن. سوف يتم نقلك لغرفة الفحص بالأشعة المقطعية. من المهم أن تكون هادئاً وتتبع تعليمات التنفس إذا استدان الأمر للحصول على صورة جيدة. إذا كان الفحص يتطلب صبغة عن طريق الوريد فسيتم حقنه أثناء الفحص. يستغرق التصوير المقطعي بضع دقائق أو حتى ثواني. الطاقم الطبي معك طوال الوقت. سيراجع طبيب الأشعة صورك التشخيصية بعناية، وسيعمل مع طبيبك المعالج لتحديد أفضل خطة علاجية مناسبة لك.